تحسين ظروف العيش اليومية للتونسيين والتونسيات من خلال إنجاز مشاريع بنية تحتية لفائدة البلدية هو الهدف من برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة. معنا في المباشر رئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة صلب منظمة العمل الدولية سجاد بوبكر. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. مرحبا هو يا مالك ومرحبا كيف المستمعين. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. هذا المشروع اللي تدخل في 19 بلدية موزعة على 6 ولايات، شنو هو نوعية المشاريع اللي تم إنجازها في إطار هذا المشروع؟ المشروع ساعة في الفترة الحالية من 2018 إلى 2025 يتدخل في 19 بلدية 6 ولايات، لكن حصيلة 10 سنوات اللي انطلقت من 2018 شملت 10 ولايات و30 بلدية. نوعية التدخلات كيف ما العنوان نتاع المشروع يحكي عليهم هما تدخلات شملت مناطق معينة في البلديات هذوما في تدخلات مندمجة. كي نقولوا تدخلات مندمجة القاعدة العامة شو تقول؟ قاعدة تقول اللي يروا احنا عنا مناطق اللي فيهم إشكالية تنموية وهما في حاجة إن ندفعوا فيهم المنوال التنموي باش أول هام لازمنا نفوق عليهم العزل، يعني لازمنا عنصر اللي هو بنية تحتية، عنصر بنية تحتية في طرقات، في جسور، فيه منشآت مائية، فيه بناءات، فيه أسواق، هذا هو العنصر الأول. تليه عنصر ثاني متمم اللي هو يكون مربوط بكل ما هو مصادر رزق وتطويرها، ولهنا نعطيه تدريب، نعطيه معدات إنتاج، ونعطيهم مرافقة فنية اللي هي المجامع التنمية المحلية أو مجامع التنمية الفلاحية والشركة التعاونية على أساس أنهم هما يطوروا في معارفهم والسبل التعامل متاحهم مع الموارد اللي يعطاهم ربي في المنطقة هذيك، ويتكون عندهم آليات لتحويل هيك الموارد والثروات الطبيعية اللي عندهم خلق فيهم كما مطابق. طيب الجانب المندمج هما العنصرين هذوما، العنصر الأولي وعنصر البنية التحتية، واللي تم هو تطوير كل موارد الرزق أو الحاجات اللي عايشين بهم الغادر كمصادر دخل لك المواطنين في المنطقة اللي دخلوا فيها. كنقولوا تطوير يعني ما بما معناه ظروف تحسين ظروف العيش اليومية للتونسيين والتونسيات، هذا الهدف العام، ولكن شنو هو نوعية المشاريع على أرض الواقع فيما يتعلق بهذه المناطق؟ كي نحكيو على ولايات جندوبة، القصرين، قفصة، تطاوين وباجة وقبلية، شنو هو العامل المشترك في تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطن في هذه الولايات؟ أولها اللي لاحظناه في المناطق الحدودية اللي احنا ندخلوا فيهم توعنا 10 سنوات، اللي مناطق هذوما فيهم غناء بالموارد وبالقولوا احنا الامكانيات الاقتصاديه كبيره، لكن فرد وقت هالمناطق هذوما فيهم اشكال مربوط بمنوال تنموي اللي هو ما خلاش هالثروات هذه تبرز ويستغلوها المواطنين. الهدف الاول هو كيفاش نوصل لك المناطق، يعني لهنا اول حاجه لازم نفك العزله، يعني نعمل طرقات. يعني سجاد بعد اذنك الوصول الى هذه المناطق يعتبر يعني نجاح، يعتبر مكسب؟ كتقولي نوصلوا الى هذه المناطق. المناطق اش معناتها نوصلوا المناطق هذه؟ مش نعرفوهم هما وين، معناتها نعملوا لهم تهيئه باش تربطهم بالمناطق الاخرى، يعني نعملوا لهم طريق، نعطيهم اناره عموميه، نعملوا لهم جسر، خاطر هالمناطق هذوما هم بالاساس اللي متساكنين فيهم، متساكنين في مناطق طبيعيه صعبه الوصول، مناطق جبليه، مناطق غابيه، اللي الطبيعه جعلت انه الوصول لك المناطق هذيك يكون صعيب. دونك في تحدي للطبيعه وللتوانسه نتاعنا اللي مواطنين التوانسيين اللي عايشين الغادي اللي نحبوهم ونحبوا نربطوهم ببقيه البلاد، كي نقولوا نربطوهم ببقيه البلاد نمكنوهم انهم هما يمشيوا للمؤسسات الصحيه، للمؤسسات التربويه، يهبطوا المنتجات نتاعهم للاسواق، توصل لهم المنتجات الاخرى، دونك يتم ربطهم بالمنظومه الاقتصاديه والاجتماعيه المحيطه بهم هم. هذا علاش نقولوا احنا بالاساس تحسين ظروف العيش، تحسين ظروف العيش اي فك العزله
واثنين تسهيل الوصول إلى كل ما هو خدمات أساسية حياتية بالنسبة لهم. لكن نحكيه على الماء الصالح للشرب، نحكيه على درجة أولى والخط الأول من الصحة العمومية، هذا نحكيه على البلديات والخدمات الإدارية المهمة، نحكيه على الطريق كما كنت تحكي. إذا هذه نوعية المشاريع اللي ختمتوها في 13 سنوات في هذا المشروع؟ ماشي كبرك، فما بخلافهم هما مشاريع أخرى. صحيح هذوما قسط كبير منهم موجود خاصة الطرقات والجسور، ولكن في مناطق أخرى، وهنا نحكيه على العنوان بتاع البرنامج، عنوان البرنامج نحكيه على مبادرة نموذجية، أي حاولنا وين فما إشكال تنموي ناخده مع الهياكل الفاعلة من مواطنين من إدارة من بلديات، نخدم مع بعضنا على إيجاد حل انه هو يمكن هيك المواطنين في المنطقه الحكومة باش يكونوا مربوطين ببقيه البلاد. نجم نلقاه في تريتوار اخر في مناطق اخرى من البلاد نتاعنا اللي الاشكال اشكال ماء، وعنا مثلا ناخذ منطقه ورغش القلعه اللي هي تبع معتمديه غردينه وبلديه القلعه مع الفرقفان. المنطقه هذه ده اعطاها ربي ماء، ثروه مائيه مهمه ومهمه جدا، لكن سايبه وطريقة الاستغلال بتاعها طريقة تقليدية. دونك الهدف انه يتم ترشيد استغلال الثروة المائية، واحنا عايشين في شح مائي تو نتيجة التغيرات المناخية، والانعكاس الفوري اللي هي التدخل هذا اللي هو فيه ميكرو باراج، فيه اكثر من 2 كيلومتر واربع ماء سويقي، فيه تدريب اطفال للفلاح الغادي وهيكلتهم انه نتعداو من المساحة اللي نستغلوها في الزراعة من 24 هكتار الى 77 هكتار. يعني المساحة المستغلة من الأراضي بعد ترشيد استهلاك المياه ضعفت في 3 مرات. لهنا كنا نجم نقول لك احنا ممكن نعمل تدخلات بنية تحتية فقط، لكن هذا غير كيف نضطر، مش نضطر نسعى إلى تكملة التدخل هذا بهيكلة الفاعلين الاقتصاديين وخاصة صغار الفلاحين في المنطقة هذيك، إعطائهم تدريب حسب الشروط العلمية والفنية الجديدة، باش ما عادش نحكيو على فلاحة تقليدية، نحكيو على فلاحة عصرية، فلاحة علمية اللي تعطيك مردودية أكثر بأقل من المدخلات في عملية. عدد المنتفعين وصل إلى 400 ألف مواطن ومواطنة في إطار مقاربة تشاركية شاملة. ولهنا المعلومة اللي عندي كونه هناك حوار اجتماعي خدمتوا عليه، ونعرف أنه منظمة العمل الدولية تشتغل في كل مشاريع حول مسألة الحوار الاجتماعي. ما مدى استعداد الهياكل المحلية في هذا وانخراطها في هذا الحوار الاجتماعي من أجل تنمية اقتصادية، من أجل خلق ديناميكية اقتصادية بهذه الجهات المذكورة؟ سؤال يطرحونه ديما ولا نرى حرجا من الإجابة عليه. كلمة السر في الحوار هذا والديناميكية متاعه هو أنه مصلحتنا المشتركة شكون؟ هي المواطن التونسي، وفي ذلك لا يختلف إثنان. معناتها كان باش تحكي على شركاء اجتماعيين ولا باش تحكي على طرف إداري ولا سلطة ولا وزارة لا يختلف في هذا الأثناء. النقطة الرابطة بيناتنا أنه عنا مواطن تونسي في مناطق اللي هي فيها صعوبات تضاريسية، في صعوبات اقتصادية، فيها صعوبات اجتماعية اللي لازمنا نعطيه حل، والحل ما يجب يكون كان تشاركي. كنقولوا تشاركي بمعنى أن تم الاتفاق على تشخيص مشترك للإشكال، رانا ما نجم نحلوه كان مع بعض. القاعدة العامة هي هذيك، هذه هي السر مثل الحكاية. وهون من شمال تونس إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، وإحنا قلت لك 10 ولايات و30 منطقة بلدية، 10 سنوات لم نجد أي إشكال في هذا الباب. يعني ما جمع العباد هي الهدف المشترك، واثنين اللي هي كيفاش نجم نلقاو آلية التكامل في التدخلات. لقيتوا إرادة ولقيتوا إذا رغبة في الإصلاح من قبل كل الأطراف. أكثر باش ما نحكيش على الديالوج تخي باختيت، على المستوى المحلي. أي على المستوى المحلي. نعطيك أكثر معناتها. الأكثر من هذه تم ترجمة ذلك بمساهمات مادية وعينية. بمعنى ما تم استهلاكه من ميزانية لتنفيذ هذه التدخلات في 30 بلدية والعشرة ولايات، راه البرامج الوطنية بالورقة والستيلو مساهمة فيه 24%.
بمعنى راني مش كان احنا جينا رانا ما عملنا حتى شيء، معناتها دورنا كان فقط تشخيصي فني تبسيطي تيسيري توليفي، هذا هو الإليمونات اللي احنا فيهم، شوية إضافات فنية إنها تتماشى مع حاجات اللي احنا عنا فيهم خبرة في العديد من الدول، مع القرب مع التوفيق بين المرؤى مع تسهيل العمليات خطر عنا فيها صعوبات إجرائية، ولكن البرامج الوطنية قيمتها المساهمة متاحة كما تم تنفيذه ربع، يعني كان خدينا 100 راه ميزانية متاعنا 100 راه الدولة التونسية من خلال برامجها من خلال المجتمع المدني شركاء الاجتماعيين برامجها الحكومية والوطنية مضيفة على 100 ورابط 25%. هي البرش هي البرش. نحب نمشي معاك إلى أفاق المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة، وين يمشي غدوة وبعد غدوة العام الجاي، وين التوجه على المدى القصير؟ احنا البرنامج هذايا ينتهي رسميا يوم 30 اكتوبر 25، ولكن احنا حاطين 10 سنوات ونواصل. اول 24 ننطلق في الاعداد الى البرنامج الجديد، البرنامج الجديد اللي نحبوه يكون يقارب الفترة اللي احنا تعدينا، ما نحبوش نخدمه على برنامج قصير المدى، نحبوا على برامج طويلة المدى، على خاطر تحب بلغتنا التونسية تتبنى النتائج اللي انت توصل فيها ملموسة لتغير واقع التونسي، هذية راو لازم طول النفس. التدخلات قصيرة المدى ما تخليكش انت توصل الى نتائج مستدامة. العناصر الجديدة عنا ظرف الحال الوطني يفرض علينا ان ناخذ مجموعة من العناصر بعين الاعتبار، وخاصة العنصر متاع التغيرات المناخية، نعيشوه في عيشتنا اليومية، نعيشوه على إنتاجنا الفلاحي، نعيشوه على منشآتنا في البنية التحتية. التغيرات المناخية هو الهام، ثاني هام نقول تغيرات مناخية هو ستريفي، راهو موارد رزق المواطن التونسي اللي تقريب 3.5 مليون منه عايش في الوسط الريفي، فيهم نسبة كبيرة عايشين في الغابات وفي الجبال وفي المناطق الوحية والمناطق الجافة، راهو هذوما الأمن الغذائي نتاعهم راهو من بين الأهداف اللي باش نحاولوا نسعى ونخدموا عليها. دولة تونسية عملت برشا سياسات وبرشا استراتيجيات، ولكن احنا نحاولوا بما توصلنا إليه، ما نقولوا احنا من المرونة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف الفاعلة، نحاولوا نساهموا في هالمجهود الوطني في الحكاية هذه. ثلاثة اللي نفس المنهجية اللي احنا نخدم عليها، راهو لازم نقعد ديما في مقاربات مندمجة تنبني على بنادم، يعني راس منا راهو العنصر البشري، ولكن زادا نحاول ترشيد ما أمكن من الثروات الموجودة الغادي، المال راهو الأموال الموجودة راهو مش مبالغ طائرة التي لا حدود لها، ميزانيتنا راهي معقولة جدا، ولذا رانا نحاولوا نسعوا انه نحسن نرشدوا استهلاك الميزانيات هذه عبر التكامل مع البرامج الهدفة. الهدف ديما العام لمنظمة العمل الدولية هو في الأخير شنو هو؟ هو توفير عمل لائق واندماج لائق لأي إنسان موجود على الأرض. من خلال هذا المشروع الموجود في 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 العديد من الولايات، حكينا على 6 ولايات وقلت لي قبل 30 بلدية، في الأخير نقصنا من عمل الأطفال داخل الحقول الفلاحية من خلال هذا المشروع مبادرة نموذجية، وفرنا عمل لائق للعديد من التوانسة، تمكننا من أنه نقصنا من الفوارق الجندرية ما بين الرجل والمرأة في العمل، وفرنا فضاء يحترم كل حقوق العامل. تقريبا ساهم هذا المشروع في كل القيم، نقولوا احنا لي دووا اي برينسيپ فوندامونتو دو ترافاي بالنسبه لمنظمه العمل الدوليه. نجحنا في هذا من خلال المشروع او المبادره. الهدف الاساسي للمنظمه هو السعي الى تنميه العداله الاجتماعيه، عبر ايش؟ عبر خلق فرص عمل لائق. الهدف هي العداله الاجتماعيه، بمعنى انه نحاول احنا نخلق نوع من التوازن بين المناطق الاقل حظ في التنمية وبين المناطق اللي هي توفر لها اكثر حظوظ في التنمية. هذا يسعينا عليه وصلنا له، واقول انه
التشرف وتجمع غدوتي وبحثينا إن شاء الله في قسم مؤتمرات وين بش يكون الاحتفال بهالعشر سنوات هذه، مجموش نقول احتفال، ولكن رانا نقدم في النتائج وخلاصة ما تم تنفيذه وتجمع تتباحثوا مع المستفيدين مباشرة. أترك لهم إمكانية الحكم على هل فما تغيير أو ليس هناك. بالنسبة للمرأة الجندرة اللي نحكي عليها، المرأة في تونس يا إما نعملوها نزينوا بها المحضر، بمعنى رانا نحكيه على الجندرة بمعنى كل شيء احنا اللي عشناه مع المرأة التونسية في الأوساط اللي نخدموا فيها، لقيناها هي عماد الاقتصاد، لقيناها هي اللي حاضرة في الاجتماعات، لقيناها هي اللي دافعت على الأولويات، ولقيناها هي اللي ساهمت إنه ما تم تنفيذه من البرامج الاستثمارية بالطرقات يوفر قبل الأجيال التعاقدية. عنا طرقات بالكيلومترات وفات قبل بشهر وبشهرين. لو كان مش المرأة التونسية واقفة عليهم من الغادي راهو المقال ما كملش في الديل. نشكرك برشا جاد بوبكر رئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية مندمجة صلب منظمة العمل الدولية على تدخلك معنا وعلى كل هذا المشروع وتفاصيل المشروع اللي قدمتها، مشكور جدا. راجعين شوية آخر باش نحكيه على انترفيو ستارت اب واحدة من الشركات الناشئة، نحكيه على تفاصيل مشروعها وشنو الأفاق في العمل مع هذه المشاريع.